الحياة تستحق أن تستمر، وباش نواصلوا مع الضيوف ونواصلوا في موضوع آخر. وبطبيعة دائما في علاقة بالتوانسة المقيمين بالخارج، علاقة باقتصادنا، علاقة بالحركية الاقتصادية متاع بلادنا. حبيت نرحب ساعة قبل كل شيء بضيوفي. خلينا نبداو بالفام دابور. مدام أمال حنتوس، مرحبا بيك، رئيسة الغرفة الجهوية لصاحبات المؤسسات بتونس، مرحبا بيك. سي باسم جلولي، مهندس ومؤسس مدير عام إيروندو، مرحبا بيك. وسي رياض بالزرقة، مدير تنسيقي للصندوق تصدير بلس. فوالا، باهي، قبل كنا حكينا يظهر لي في الموضوع، أما بيان سور بالنسبة للسادة المشاهدين اللي قاعدين يتفرجوا فينا توا، ما عندهمش فكرة شنو هو السوجي. احنا نحكيو على السوق الروسية، نحكيو على اقتحام السوق الروسية، كنا حكينا المرة الأخرى بتفاصيل، بدينا دخلنا في الموضوع، ذكرنا جوست بالسوجي قبل ما ندخلوا في تفاصيل أخرى. عايشك ديجا، ميرسي للاستضافة. دونك هو المشروع هذا نخدموا عليه لينا بريسك عام ونص. عمل هو يقوى ويأخذ أكثر أهمية. دونك هو كيفاش هو بتقسم لزوز لزوز دو بارتي فيزيك اي ديجيتال، وفيها خمسة سيكتور، خمسة برامج. برنامج فيه خمسة محاور. فوالا، دونك اللي هو البافيون اوفيسيال دو لا تونيزي، في أكبر مارشي دو غرو في أوروبا. والحاجة الثانية هي بلاتفورم دو إيكوميرس اللي هي فونت أون ليني. والحاجات الأخرين هي باش نستقبلوا لي دونور دوردر روس، أبوبخي 20 دونور دوردر ياشتور روس سيبلي بال ال 15. هذه لافيش نتاعكم؟ انتربريز، اي هذه لافيش نتاعنا. هذه باش يشاركوا معنا 15 انتربريز تونسية، وباش يكون موجود غاديك البافيون، نحلوه الكل نمشيو مع بعضنا. باهي، دو زافيش، هذه واحدة أخرى هكا ولا هي بيتها؟ اي هذه لا دوزيام. باهي، دونك بالنسبة لسي باسم، كل واحد منكم فما يعني كان نجم نقول مسؤول على جانب معين من المشروع. بالنسبة لسي رياض التمويل أون جينيرال، وسي باسم التنسيق، و يعني باش تكون الأمور كلها في إطارها وتنظيم المسألة. ما قبل هذا خلينا نبدا معاك في سؤال، علاش بالضبط السوق الروسي؟ خلينا نرجعوا للموضوع هذا لأهميته بيان سور باش نحدوا السوق الروسيه. السوق الروسيه هي سوق كبيره برشا. علاش كبيره برشا؟ خاطر تاريخيا كبيره، وجغرافيا روسيا كبيره، بلاد كبيره برشا، الحدود نتاعها يمتدوا من اوروبا حتى لروسيا، بحيث بلاد كبيره، مساحه كبيره، ديموغرافيا 150 مليون نسمه، دونك غرون مارشي، منهم 12 مليون في موسكو، دونك ثم قدره كبيره. بعد النظام السوفيتي الاستهلاك الروسي تطور، ولا من ناحيه الكيفيه والنوعيه والكميه، ولذا دونك الاول البلدان المزودين كانت الصين والبلدان المجاوره كما تركيا، لكن فيما بعد سورتو بطبيعه العلاقات الاقتصاديه، المشاكل بين اوروبا وروسيا اعطت اكثر حظوظ الدول الاخرى كما الميديترانية كما المغرب وتونس ومصر، باش تعطيهم حظوظ اكثر باش يزودوا السوق هذه، فبحيث فرصه كبيره في بالنسبه لتونس ان غرون مارشي لروسيا. لكن على قد ما هي سوق هامه، على قد ما هي سوق مش سهله، صعيبه. لا فوالا، كمل كلمتك ميساج، خلينا بعد نسك السؤال الاخر، كمل. قد ما هي سوق كبيره وهامه، واللي احنا لازمنا نستثمروا فيها خاطر بون اوبورتينيتي لنا احنا، على قد ما هي سوق صعيبه. علاش صعيبه؟ على خاطر بالنسبه للمصدر التونسي العادي مستانسين احنا اذا كان تصدير، ثقافتنا تصدير اوروبا اللي هو اساسا اللي هو الحليف والحريف الكلاسيكي، ولا سوق بقطع النظر على اللغه اخرى وعقليه اخرى ومعطيات اخرى، على قد ما سي سيتو في طريقه
طبيعة العمل في البزنس يعني ثقافة أخرى. هوني نحب نجي توكي نحكيه على هو فما دو بوان، الجانب المالي منين الإمكانيات والمصادر التمويل البروجي هذا، وزاد الأطراف المشاركة الكل وكيفاش ينجموا يشاركوا معاكم، شكون اللي ينجم يدخل معاكم في المشروع هذا الكل، شنو هو اللي نورم كان نجم نقول باش يدخل معاكم في البروجي. فوالا هو احنا بدينا فيه معنا شاركوا معنا توا ثمانية انتربريز بالكدا، معنا احنا اون فو اريفي ا 15 انتربريز بيان سور دون لي سيكتور بيو كوزميتيك ناتوريل ارتيزانا برودوي دو تيروار اغرو اليمونتير. هذوما لي برودوي هذوما لي سيكتور اللي احنا سيبلي لي سيكتور دونك اغرو اليمونتير ار دو لا تابل بيو كوزميتيك ناتوريل برودوي دو تيروار اي ارتيزانا. على اي اساس حددتوا لي بروجي هذيا؟ على خاطر الفود سيتي هذيا اكبر مارشي دو غرو في اوروبا اللي هو موجود في موسكو، فيه الحاجات هذوما. عملتوا دراسه بيان سور؟ عملنا دراسه بيان سور، احنا قلت لك رينا نخدموا عليه بدينا عام ونص، دونك توا المشروع بدا يكبر وبدا دونك يلزمنا فريمون نوجهوا المعلومه للي ما سمعش باش يشاركوا معنا الخمسه والسته اللي هذوما اللي ناقصين باش يكونوا 15 باش يكون المشروع ماهوش غالي برشا ما يزيدش يطلع بيان سور. بون احنا باش نجيو للامور الماديه باش نجيو شنو معناها مش غالي برشا. دونك قد ما يبداو كلهم غالي ستادير فوالا، قد ما يكونوا مع بعضهم قد ما يكون ارخص ليهم اي سورتو يدوب عام كامل. هو لافونتاج هذايا اللي يسورون سوفونسيوني 70% باغ تصدير بلوس اللي هو سيرياف تويجي تفسرنا خير، ويكون 15 مقسوم على 15 دونك باش تكلف لهم حاجه تري بيان. خلي سيرياف يوضح لنا الامور هذه الكل، دونك البروجي الكل وهذا قداش ماديا قداش معناتها عملتوا اكيد دراستكم وتعرفوا ابو بخي قداش ينجم يتكلف وشكون الاطراف المشاركه ومنين مصادر التمويل معناتها. ولازمني نقدم في حتى في بعض ثواني برنامج تصدير بلوس اللي هو برنامج ممول البنك العالمي، فيه بيدجي ميزانيه نتاع 15 مليون يورو هذوما معناتها متخصصين للشركات. نحن البرنامج نتاعنا يلزمنا عندنا الاهداف نتاعنا باش نتبعوا 500 شركه تونسيه باش تنوع الصادرات نتاعها على الاسواق الخارجيه. معناتها كو سوا دون مانيير انديفيدويل ولا كو سوا دون مانيير جروبي في القطاعات. نحن اليوم فتنا ال 500 شركه، عندنا برنامج يدوم 5 سنين يوفى عام 2020 وان شاء الله باش نطوروا البرنامج باش يوفى عام 2021 ولا 2022 ان شاء الله. نحن القطاعات اللي نحبوا نتبعوهم اللي قالوا عليهم هما، نحن ديما نقولوا برنامج تازي بلوس سيتان بروغرام دو بارتاج دو ريسك، معناتها قال سي باسم هو يا دي ريسك وين ثم دي ريسك والشركات ما تنجمش تمشي وحدها، نحن عندنا برنامج تازي بلوس باش يشجع الشركات اترافير بيان سور عندنا دي كونسلتون كون مي ا لور ديسبوزيسيون، على خاطر زاد ثم تقنيين يلزمهم يكونوا متواجدين باش نجموا نشوفوا اسكو المارشي هذاك معناتها باهي ولا الشركات ولا لا، وزاد ماديا عندنا نرجعوا عن 70% من التكلفه نتاع البرنامج. نحن قدرنا التكلفه مع برنامج مع الاخوان ب 700 ألف دينار، نجم تكون اكثر شويه ورجعوا 70% منهم. علاش روسيا؟ خاطر كما قلنا نحن تنويع الصادرات وتنويع الاسواق الخارجيه. روسيا ماهيش مارشي بوتونسيال تونس، اما راهو ماهيش مارشي كلاسيك. سي بور سا كي قالوا لنا روسيا قلنا لهم مرحبا بكم، ثم 15 شركه. حاجه جديده تنجم فيها افاق اخرى فيها. اي وافاق هذوما تنجم تحل افاق شركات اخرين، الشركات اللي ماشيين 15 شركه باش يمشيوا روسيا ما ينجموش يمشيوا وحدهم. تري بيان. هذا سا سي كلير. دونك برنامج تازي بلوس خليناهم يحطوا ساق. سي باسم، دونك نحكيو شويه على المشاركين كيفاش يعني ينجموا يشاركوا معاكم، فماش دي نورم حتى المشاركه معاكم، وكيفاش يتم التنسيق والاختيار من الاول ساعه قبل كل شيء. انا قبيله سبق وقلت على صعوبات في من المارشي الروسيه وبديت مقارنه صغيره بعجاله نعاودهم. المصدر كانوا مستانس يصدر لاوروبا قبل الحليف الاوروبي، اما الحليف يجيب لنا الكماند نتاعو تونس تخدم له اونتو كوسو تريتون، ولا في تونس طورنا ولا عندنا سافوار فير ولا عندنا فالور اجوتي نعملوا كيلكو زيشونتيون نمشيو للاوروبيان يقول اوكي يعطيك كماند ناخذ الوقت نتاعنا تاع 4-5 سومان دو لو تون دو فابريكاسيون ونبريو. روسيا لا،
روسيا اذا كان مش تمشي هذيك وتحب تقتسم السوق تقتحم السوق الروسيه لازم نكونوا حاضرين سور بلاس. يعني هذا نعطيه عينه وليفي. معناتها ما فماش مجال باش كل خطوه محسوبه بالضبط. لازم تمشي ديريكتومون لازم تكون البروجي كونكري معناتها من غير ما تقعد بالضبط. في روسيا لازمك تمشي غادي مش ماشي كمصنع ماشي كعندك انت مزود وعندك علامه وعندك الماركه نتاعك انت هذا معناتها يعني نتاعنا ما يتجهش المصنع فقط لازم المصنع عنده برودوي وعنده علامته اللي نجم يصدر بها وكنا عنده القدره باش يمول والقدره باش يصنع لي دوموند باغ لا سويت سو كي في كو ثم دي كريتير دو سيليكسيون تاع لي سوسيتي هذوما اون في ابل ا دي سوسيتي الشركات اللي هما قادرين اللي عندهم ماركه كما قالت في منتوجاتك سواء لاغرو اليمونتير ولا الارتيزانا ولا البيو كوزميتيك ولا حاجه هما ديجا معناتها اللي هما متقدمين وعندهم تجربه وعندهم علامتهم اللي هما اصحاب ماركه نتاعهم مش مصنع فقط احنا مش نمشيو برودوي نتاعنا مش ماشيين اون تونك اندستريال نستناو باش غاديك واحد يكون عنده مش اي برودوي مش برا انا جست برودوي في الجوده زاد في الجوده فما دي نورم هذوك هذوكم سون لي باريير لاغيفي في روسيا سي تري امبورطون باسكو تما دي سيرتيفيكاسيون تما دي نورم اللي كل بلاد لازم تخطبوها بلغتها اللي احنا باغ لا سويت سا في بارتي دي كريتير دو سيليكسيون في الشركات هذوما دونك الغايه انه اون فا مش مون فا فيديري 15 شركه على الاقل باش يجيو ويكونوا قادرين باش يزودوا البافيون تاعنا التونسي هذا بالمنتوج التونسي هذا اون فا لو ستوكي في روسيا في موسكو عملنا دونك من ناحيه اللوجستيكيه دونك ثم نظام كامل حطيناه على عين المكان غادي في روسيا ومش مش نستوكيو غادي لا مارشانديز والفود سيتي هذه فيترين لنا احنا باش نتسوقوا فيها من ناحيه الكلاسيكيه وهذا كل اون لا كومباني باغ فوا ديجيتال. امال خلينا تحكينا هذايا نظريا وظاهرين محضرين رواحكم كوم يلفو وقتاش كونكريتمون البروجي معناتها تنطلقوا في العمل نتاعكم؟ هو انطلقنا في العمل نتاعنا اما نستناو في لو ريست بور كلوتوري لي 15 انتربريز ما نحبوش نقصوا من لونتربريز باش يكون البرنامج ماهوش صعيب عليهم خاطر باش يكون مش متكلف برشا وقد ما يولي 15 معناها مع بعضهم قد ما معناها اقل تكلفه فهمت كيفاش مبني على 15 البروجي البزنس بلان نتاع الشركه نتاع البروجي هذا مبني على 15 شركه باش يكون توفر فيه الكرم باش نجموا ننتقلوا بيه انتم خلطتوا توا لوين قد ما زال ناقص 8 انتربريز كونفيرمي سي فوالا معناها هذا هو احنا اللي ناقص عندكم اللي ناقصنا عندكم دات معينه معناتها مربوطين بها لا دات هي نورمالمون نوفمبر احنا اون فو كلوتوري لي le nombre d'adhérents. معناها نجم نزيدو جمعة أخرى مي ماذا بينا هكاكا باش خاطر تبدا لا بلاتفورم تخدم تبدا المشروع يخدم كونكريتمون دونك سيرياض حتى ماديا يذولي لازم الامور تكون في الوقت عنده قيمته كل حاجه معناتها بالنسبه للبروجي عندها قيمتها تكون في وقتها كل شيء في وقته خاطر بزنس بلان تعمل على عام دونك يزمو يوفى عام 2020 والبرنامج نتاعنا يحتمل ما يتبددش 2021 دونك ماذا بينا البرنامج يبدا على بكري. نحن قلنا ديجيتاليزاسيون حاجه باهيه برشا لتونس معناتها كوميرس الكترونيك على روسيا هذايا معناتها تصدير بلوس باش يخلي يحل باب نحن نحبوا نحلوا باب نحبوها تنجح كي نقولوا 15 شركه في الاخر كان يقعدوا 7 8 يوليوا اكسبورتاتور على روسيا وزوز وثلاثه يوليوا عندهم انتصاب تجاري في روسيا يحل بيبان يحل الشاهيه الشركات الاخرين باش يدخلوا المارشي هذايا خاطر برشا بلدان فاقوا لروسيا مارشي كبير نحن قاعدين نفيقوا بشويه بشويه مي فو با كو سوا ترو تار يلزم من توا مادام ثم تصدير بلوس ونعمل نداء للشركات الكل والقطاعات الكل كان تحبوا تمشيوا على روسيا ولا مارشي اخر راهو نو سوم ان بروغرام دو بارتاج دو ريسك يجاو تصدير بلوس التمويل موجود والتقنية موجودة وإن شاء الله نعملوا حاجة بها إن شاء الله به كلمة الختام معاكم دونك شنو تنجم دونك هو نداء للشركات اللي ما سمعوش بالبروجي هذايا باش يتصلوا بينا عن طريق الباج فيسبوك سي ار اف سي او تونس اللي هي شامبر ريجيونال دي فام شيف دونتربريز تونس دونك سي ار اف سي سي ار اف سي او تونس واحنا نجاوبوهم على سي ار اف سي او تونس فوالا باسم تفضل ما نجم كان نشجع خاطر الصعيب عملناه هو الصعيب هذا هو حلينا ثنيه عملنا قنطره من تونس لروسيا
البروجي هدايا بارك الله فيها امال. واحنا هيروندو هي اللي خلقت قنطره ما بين تونس وموسكو باش تعدى منها البروجي هذا من دوبي لا تونيزي فيغ لا روسي وجيستيون في موسكو في حد ذاتها. تفضل سي القنطره بنيناها نحن وما بروح بنينا القنطره وان شاء الله الشركات التونسيه تتعدى عليها ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه. شكرا يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. ماشيين تقعدوا بحضينا ماشيين مع مكالمه هاتفيه معنا على الخط من غرنابل سي توفيق الحسناوي بطبيعه جمعيه الوحده من اجل تونس وباش نشوفوا شنو فما جديد مع سي توفيق. الو وي اهلا بك اختي. عسلامة سي توفيق. مرحبا بك. مرحبا بك اختي يسر. يعيشك. مرحبا. تحياتنا ليك ونحيوا كل التوانسة اللي مقيمين بغرنابل اللي قاعدين يتفرجوا فينا. دونك شنو فما جديد؟ فما تظاهرة جديدة؟ فما مواصلة أكيد للنشاط نتاعكم؟ تفضل. والله ولا تدخل هذا باش يكون بعجالة اختي يسر. حبيت نلمح الحاجتين بسرعة. الحاجة الأولى الإعداد لأيام تونس للدورة السادسة لأيام تونس الثقافية. قريب ديجا الأيام تجري في ساعة في ساعة. بالطبيعة الدورة باش تكون أنا في الربيع الجاي لكن من توا نحضروا الدورة السادسة كالعادة ثقافة اقتصاد سياحة معنا إن شاء الله مواضيع نحضروا فيها جديدة. وفي الإدارة هذايا كما قلت معنا إن شاء الله تكون معنا الأطراف في تونس كل معنا الرسمية كالعادة معنا وخاصة معنا الدبلوماسية التونسية وزارة معنا الخارجية واللوتيو اللي وعدتنا مراسلة في هذا السادات هما يعرفوا علاش باش يكثفوا من المجهود ونقدموا لقدام. والموضوع الثاني حبيت نحكي فيه بعجالة يهم التوانسة بالخارج موضوع جدي جدا. وقع اجتماع البارح وقت البارح مع السيد محمد الترابيزي الجوليسي الاجتماعية في علاقة بالمجلس الأعلى للتونسيين بالخارج. فهمني هذا موضوع مهم جدا يهم التوانسة وحبيت معناها من خلال برنامج أختي يوسف نبعث نداء معناها لمن يعني الأمر اللي الموضوع هذا يهم التوانسة بالخارج. إن شاء الله معناها اللجنة تاع الفرج تكون معناها تعمل خدمة صحيحة ويقع مع اختيار الجمعيات اللي تناشط واللي تخدم في الخارج اللي هي تنجم تقدم الاضافه للتوانسه في الخارج اضافه لتونس. وان شاء الله معناها يهتموا بالمواضيع بطريقه جديه وانا عندي ثقه فيهم خاصه في عمليه الفرج. ولا مواضيع مهمين ياسر ايام تونس والمشكله يعني وقتاش تنطلق السنه دات هي بيدها كل عام ولا وقتاش السنه؟ اللي هي معناها بتاع نحكي لك ايام تونس تاع 2020 معناها تاع 2000 معناها في شهر شكون في شهر جوان 2020 لكن باش تخدم خدمه كبيره لازم تعمل تحذير مهم ياسر فهمني وهذا لازم يطلب وقت ومجهود كبير رغم الصعوبات اختي يوسف نلقاو فيها ورغم ساعه نقولوها بعض التعطيلات اللي غالب ديما تصير كيما كاية تعرف العمل الناجح والجمعيه الناجحه ديما تلقى مشاكل وهذا مانيش معناها نشوف الشر المال كاس الشر الكاس الفارق بالعكس الشر المعبي عليك. انا قلت لك لمحت التلميح بعثنا مراسله لوتيو ومراسله وزاره الخارجيه باش تصلح بعض الامور ونعاون نقدموا لانه معناها الكل في سبيل الجاليه وتونس. وبالنسبه لايام تونس هذه الدوره السادسه مهرجان معناها معروف معناها مكرس وان شاء الله معناها كالعاده تكونوا بحذانا الناس الكل تجيو بحذانا وتعرفوا خدمتنا اخت يسر والمجهود اللي يقوموا به رغم بعض التقصيرات وماناش موقفين على الخدمه رغم اللي يصير. هذا هو. ميرسي يعطيك الصحة سي توفيق. شكرا لك بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك. مرة أخرى نحيي ضيوف يعطيكم الصحة كنتوا بحضينا مواصلين تو باش نمشوا لفقرة مصورة باش نحكيوا على الورشة الصحفية حول الفن المعاصر من خلال الفقرة هذه ومواصلين. لار كونتومبورين هو الفن المعاصر هو يعتمد على الفكرة والفكرة هذه هو فنان يكون عنده فكرة وكيفاش ينجم يخدمها بطرق عديدة. معاصرة اللي هي خاصة تعتمد على الآليات من حيث الآليات طبعا الموضوع هي الفكرة. فكرة عنده فكرة اللي هي تخرج ويكون عايشها حاجة أكتوال عايشها في حاضره عنده مشكلة عنده تساؤل عنده بروبليماتيك هو هذه باش يعبر عليها من خلال التعبير التشكيلي اللي هو يكون معاصر وعادة يكون بطرق التكنولوجيا الحديثة يعني مثلا بالفيديو بالفوتو بالانستالاسيون كل ما هو تنصيبات كل ما هو تركيبات كل ما هو تطبيقات اللي هي مش ضروري كونه هو وحده يخدمها. دونك ديجا لار كونتومبورين ان لوي ميم يعني كونت اون ايفوك لار كونتومبورين سا ايفوك دي رياكسيون لانترديسيبلينارتي بور دير زيد اللي الارتيست اليوم ماهوش مسكر على روحه إلي دون سا سوسيتي إل سانسبير de la société, de la politique, de l'économie. Il s'inspire des études ethnographiques. L'art part toujours de gens qui éprouvent des émotions et qui transpirent
expose ses émotions en forme, qui doivent être belles, parce que c'est la beauté qui doit exister, qui relie les gens. Par exemple, la beauté du paysage, la beauté de ce lieu ici, qui reste justement. Et c'est cette transformation des émotions. Moi, je trouve qu'on part des émotions à toutes les époques. Et l'artiste fait le travail de transformation de ses propres émotions en émotions qui deviendront collectives. Vraiment, le besoin d'art est vraiment un besoin partagé universellement par toutes les sociétés. Que ce besoin d'art s'exprime très différemment. Il peut s'exprimer dans l'artisanat, et l'artisanat tunisien est particulièrement riche et a une tradition vraiment très importante depuis les ateliers des Calalines qui ont produit ces magnifiques céramiques, le travail du stuc. On est dans la maison du baron Erlanger, qui était fasciné par les arts tunisiens, la musique arabe, mais aussi, comme le montre le décor de cette maison, il a eu à cœur de refaire un Orient qui est un Orient à la fois réel, mais aussi imaginé, magnifié. هلا انا تجربتي دائما هي محاوله ترجمه، ان كان ترجمه شخصيه ولا ترجمه حتى للتجربه تبعي من خلال حياه، ومن خلال حتى كتجربه انسانيه، ومن خلال تجربه حتى تقنيه. فتجربتي انا بالمشاركه بهذا الشيء اكيد، بهي الفعاليه اكيد مهمه. انا بعتبرها لانه تجمع الفنانين مع بعض، وخاصه بهي الفتره اللي نحن عم نعيشها وعم نعتمد عليها عن طريق التواصل الاجتماعي، وصار في هجرات كثير كبيره من المنطقه العربيه، وقت اللي عم تكون في تجمعات فنيه وثقافيه، فهذا الشيء عم يعزز بالعلاقه بيناتنا، وعم نجيب ممكن كنا من المهاجرين او المقيمين، نحن صار عندنا في اكسبيرينس مختلف، انطبع احيانا وادوات مختلفه احيانا، وعم تكون بس عم تحافظ نوعا ما على الهويه، وهذا الشيء كثير مهم انه نحن نعطي هذا الانطباع، وعم نتعرف على الفنانين كلياتهم. الفن المعاصر هو تحرر من ما نسميه احنا الميتافيزيقا، يعني الفكره الخارجه عنه، فكره التصور السابق، واصبح يعني ينتمي الى المعيشه تدريجيا، بمعنى انه يعبر عن الحياه اليوميه ويعبر عن الافكار المباشره دون العوده الى التقنيات القديمه وربما الى التصور القديم اللي تفرض من عصر النهضه الى نهايه القرن التاسع عشر بدايه القرن العشرين. كان تنظيم جيد بصراحه. انا احنا دائما في مناطقنا العربيه دائما عندنا مشاكل في التنظيم، مشاكل، بس هذه المره انا لاحظت انه في تنظيم وفي اصرار من اداره المهرجان على انه المهرجان يطلع باحسن صوره، وشفت الحماسه بوجوههم والكرم والضيافه والكذا، وهذا كان شيء جيد. على المستوى الفني اكيد يعني الفنانين التوانسه واللي هم يمكن يعني سووا السليكسيون مال الاعمال والكذا كانت خيارات جيده، الفنانين محترمين واسماء عربيه معروفه، وكان في تنوع كبير بين الرسم بين النحت، تجارب مختلفه، وهذا مهم طبعا انه المهرجانات او المعارض الفنيه والتظاهر الثقافيه يكون في هذا التنوع. وراقي طاحوا واستيلوات وكل شيء. سامحوني. مرحبا بيك دكتور. اكا هو موضوع العنف عمل فيا، طاحوا الاوراق وستيلو وكل شيء. الستيلو نتاعك. مرحبا بيك سي محرز. دونك سي محرز الهمامي. محرز الهاني. سي محرز الهاني، مرحبا بيك. دونك باش نحكيو في موضوع هام برشا اللي هو العنف في الوسط المدرسي، العنف في المجتمع نتاعنا ككل، وحضرتك يعني عامل دراسه كامله، وانت أول حاجة هذا هو الكتاب العنف المدرسي، خلينا نشوفوه. دونك عندك دراسة كاملة عملها في هذا الموضوع. دونك احنا ما نشاهدوه اليوم في المجتمع متاعنا من عنف اللي معناتها أصبح شيء واضح في الوسط المدرسي وفي المجتمع ككل، هو اللي خلينا نتساءل ونحاول نعرف ربما علاش احنا وصلنا
لشيء هذا؟ علاش ولينا نشوفوا في ردة فعل نجم نقولوا عليها عنيفة من أطراف مختلفة من ويمكن احنا اللي يهمنا أكثر، علاش احنا طرحنا اليوم الموضوع العنف في الوسط المدرسي؟ لأنه اللي يهمنا أكثر هو الجيل، الجيل هذا، الجيل الحالي، الجيل اللي جاي، اللي هو أكيد باش يكون عنده من توا لازمنا نردوا بيننا وباش ربما نراجعوا العديد من النقاط في الموضوع هذا. بارك الله فيكم على الاستضافة أولا. مسألة العنف، العنف بشكل عام، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن العنف داخل المؤسسات التربوية دون وضعه في سياقها العام، بمقياس أن، وهذا اللي نشوفه على مستوى تداعيات هذا العنف في على الصعيد الاجتماعي بشكل عام. فالعنف شنو هو؟ العنف تعريف بسيط، هو إلحاق، هو فعل يمكن أن يلحق الضرر بفرد أو بمجموعة أو بالمجتمع بصفة عامة، يلحق الأذى. وبالتالي التلميذ اليوم ثم جملة من السلوكيات اللي أعتقد أنها سلوكيات وافدة، حتى أنه ثم شكون اليوم يتحدث عن أزمة جيل بحاله، أنه وكأن هذا الجيل جاء مسقطا وهو بصدد ممارسة عنف أتى به بنفسه. هذا اعتقد في الواقع هو في علاقه بتفشي هذه الظاهره على مستوى المجتمع بشكل عام، بمقياس ان العنف اليوم رغم ان من اقلموهش، معناها نعطيه شكل هاك المنطق، العنف موجود في المدينه وغير موجود في الريف او العكس، لانه العنف هو في، وان كانت الاحصائيات بمنطق او حسب الدراسه التي قام بها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه تقول بان الثلث او ثلثي العنف الممارسه العنيفه تصير في المدينه. وهذا هنا ما نحلوش باب، لانه هنا فما مساله اخرى. هي معناتها ثابت بالارقام؟ ثابت بالارقام، المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيه قام بدراسه في 2017 وتوصل الى نتيجه بان العنف داخل المدينه يوازي مره ونص تقريبا ما يحدث في الريف. هوني على اي نوع من العنف؟ لانه العنف انواع، على اي نوع من العنف نحكيوا؟ احنا نحكيوا على العنف العلائقي او العلاقاتي، فيولونس ريلاسيونيل سي بولي، العنف اللي يصير بين الازواج، والعنف الذي يحدث بين التلاميذ وبين التلاميذ انفسهم وبين التلاميذ والاطار التربوي والاساتذه الى غير ذلك، والعنف داخل العمل، داخل المؤسسات الشغلية، والعنف اللي يضرب التراتبية نفسها، الهيرارشي بروفيسيونيل تتضرب، بحيث أن العامل يصبح، وهذا في علاقة طبعا بما يسمى بال ما سماه البعض بالثأر الرمزي، الثأر الرمزي أو الانتقام الرمزي، في علاقة الدولة بالمجتمع، لأنه تاريخيا يقول لك أن الدولة كانت تمارس العنف على المجتمع طيلة سنوات. اليوم بعد ما حدث في 2011 أصبح انقلبت الآية وأصبح وكأن المجتمع بصدد الثأر من الدولة، بحيث هذا علاش لاحظنا في البدايات أن كانت هناك فوضى عارمة، وكان هناك سلوكات غريبة عن المجتمع التونسي، وتواصلت إلى حد الآن، حتى أنه أصبح من العنف ما يستحيل إلى قتل. أصبحنا نشاهد عمليات جرائم قتل، وهذه ربما يسمح المجال أن نحكيه فيها. لكن ما أود قوله هو أن المجتمع اليوم مطالب بإعادة صياغة منظومة قيمية أخلاقية اجتماعية جديدة، لأن نحن بحاجة إلى قوة الثقافة، ولسنا بحاجة إلى ثقافة القوة.
يعني حتى نوضحوا أكثر دكتور، طيب كي نحكيه في الموضوع هذا بالنسبة للناس اللي يتفرجوا فينا الآن، يقول لك بي احنا اللي نشوفوا فيه توا في مدارسنا، خلينا نقولوا مثلا نبداو بالجينيراسيون الحالية في العلفة، نلقاو شنو كيفاش نجموا نلقاو الحلول، شنو هي الحلول معناتها اللي نجموا نطبقوها؟ هي أكيد مش تكون حل حيني الآن، أكيد فيها لازمنا نرجعوا المنظومة كاملة، ربما نرجعوا على مراحل نجموا نلقاو الحل معناها. يعطيك الصحة، هنا أنت وضعتي المسألة في إطارها فعلا، لأن الأسباب التي توجد الشيء هي التي بإزالتها يزول نفس الشيء، هذه قاعدة منطقية معلومة من قبل الجميع، بحيث أن الأسباب التي أدت إلى ممارسات أولادنا وهذا والمواطنين التوانسة إلى حالة العنف، هي في علاقة أولا بالعملية الإحباط البسيكولوجي الذي يسكن للأسف يسكن الذهنية الاجتماعية العامة. اليوم أصبحت الناس تتحدث عن هكا الدولة داخلة في حيط، هكا المستوى المعيشة مش ممكن يستقر في مستوياته التي تسمح بأن الإنسان يعيش في ظروف باهية، هكا البطالة تفشيت ولا يمكن أن، وبالتالي اليوم أصبحنا نتحدث عن كل السلبيات التي ما أنزل الله بها من سلطان، في الوقت الذي أعتقد أن هناك نقطة ضوء، في النهاية هناك بصيص أمل، هناك هذا الإحباط يجب أن نعيد الثقة لأبنائنا في أنفسهم، ويجب أن نعيد كما قلت النظر في المنظومة الثقافية السائدة، بحيث أن نأخذ من السلف كما يقال ما من شأنه أن يتماشى وينسجم مع هذه المرحلة ومع خصوصيات هذه المرحلة على في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية إلى غير ذلك، بما ينسجم أيضا مع المسألة في بعدها السياسي، لأن كما قلنا هذا الكل هذا العنف هو في علاقة بهشاشة الدولة، لأن السلوكات العنيفة للأسف أن الذين يمارسون العنف يستضعفون الدولة يعني حسب ما فهمت الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي عنده دور كبير حتى يكون عنده سلبيات وانعكاسات على الجانب النفسي بصفة عامة. يعني هوني في كلمة كان ممكن نتوجه هكا بالأولياء للإطار التربوي، شنو ممكن نقول باش لازمنا نبداو توا، شنو لازمنا مراجعة للعديد من المواضيع لازمنا تدخل حتى في إطار يعني البرنامج الدراسي، تكون فما مادة معينة ما نعرفش شنو ممكن. أعتقد أن الحلول وقد قدمت بعضها وقد قدمت بعضها في كل الكتابات السابقة وفي الدراسات التي حصل لي الشرف في المساهمة في إنجازها. المسألة تتعلق بإعادة الهيبة إلى المربي بصفة عامة، ثم الذهاب بعيدا في عملية إصلاح المنظومة التربوية التي أعتقد أن سلطة الإشراف اليوم بصدد الانهماك على معالجة هذه المسألة يلزم المواصلة في ذلك، إعادة كما قلت إعادة الاعتبار للمربي، إعادة كيف يمكن أن نعيد الاعتبار للمربي؟ نعيد الاعتبار للمربي بمقاييس كثيرة من حيث التوفير توفير اللي توفير توفير آليات النجاح وإصلاح البنية التحتية للمؤسسة التربوية نفسها، إدراج مادة اقترح إدراج مادة التربية الوطنية مش كانت موجودة التربية الوطنية؟ هي موجودة إلى حد الآن مادة التربية المدنية، لكن يجب أن يعمم تدريس هذه المادة، بحيث أعتقد أن يمكن لكل أستاذ داخل الفصل أنه يخصص 5 أو 6 دقائق للحديث عن هذه هذا هو. شكرا لك دكتور، الموضوع كبير ياسر،
انا يظهر لي لازمنا نعاودوا نرجعوا له، لانه مازلنا كي بدينا فيه الموضوع لازمنا نحكيوا فيه اكثر واكثر باش نتعمقوا فيه اكثر ان شاء الله. ان شاء الله تكون حاضر معنا مره اخرى. شكرا. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه. باش نمشيوا لفقره اخرى، مثوره ومقاومه ماراثون، مقاومه مرض السكري من خلال ماراثون جربه، من خلال الفقره هذه ومواصلين. اليوم انطلقت فعاليات اليوم العالمي لمكافحة مرض السكر من طرف يدادي طب جربة، مرض السكري بجزيرة جربة. هذا اليوم اللي فيها طابع تحسيسي خاصة لمرض السكر وتبيان ما هي الانعكاسات من هذا المرض اللي يعاني منه أكثر من 15% من سكان الجزيرة ومن سكان تونس. هذه الانعكاسات القلبية، تصلب الشرايين، الكلى، العيون، الكلى كما ذكرتك، والجلود، الجلد، كلها هي لابد من يعرفها مريض السكر ويعرف كونه لابد من حمية خاصة لمرض السكر ولابد من رياضة يومية على الأقل نصف ساعة في اليوم. اليوم انطلقت الفعاليات بالتسليم المبكر لمرض السكري، حوالي 500 كشف اليوم صار في صبيحة هذا اليوم، وانطلقت بالتسليم المبكر لمرض السكري ومرض السمنة وال ضغط الدم. كانت كذلك ورشة كبيرة برشة لتحسيس هؤلاء المرضى والمواطنين بمرض السكري اللي يتساءلوا عن انعكاسات هذا المرض وما هي أسباب هذا المرض وكيفية العلاج. اليوم تونس العزيزة تحتضن دورة كبيرة ياسر في الماراثونات وفي السباق عدو الريفي، اليوم الوطني للأمراض السكري، مع تنظيم ودادية أطباء جربة وتنظيم جربة حومة السوق وتنظيم الجزيرة الحالمة. حبينا الكل اليد في اليد نوقفوا حتى النجاح هذا يرجع أولا للأمراض السكري وخاصة للشباب. اليوم جايين أكثر من 3000 عداء، وحتى يعني ثم أجانب يجيوا اليوم معنا في السباق هذا. الفضل يرجع الدكتور بن حمود السيمونجي ووددية أطباء جربة واليتايم وكل ما ساهم في نجاح هذا. نجاح هو في بعد رياضي كما نقولوا احنا، وخاصة لليوم السكري وخاصة الوددية اللي قاعدة تنظف التظاهرات هذه الدولية، طقس ممتاز، مساج حلو حتى للسياحة الرياضية والسياحة التونسية، وخاصة المساج هذا يخرج من جزيرة الأحلام جربة مرة أخرى. الرياضة وسيلة للوقاية من الأمراض السكرية ولا جميع الأمراض الكل. الرياضة هي وسيلة للوقاية من جميع الأمراض، نقاوموا بها، ومرضى السكري بالخصوص أكثر منها وقاية. هاوين واحد شوية تغذية، ينظم التغذية وشوية الرياضة وكها، والحمد لله إن شاء الله. والله ولدي أعطانا من سنة ثانية من اللي صغير 7 سنين مرض به، والحمد لله فهم المرضى نتاعها ويعمل في دواه، وانا شويه نجرو معاه الحمد لله. غير اسبوع غير رياضه معناها ما تعانى نوليو عرضه للامراض برشا. باش نحكيو شويه رياضه وباش نقعدوا في الاجواء الرياضه، وبحضينا عزة بن عمار متوجه في رياضه الكاراتيه بدبي، جبت لنا ميداي دوغ هذه. مبروك عزة. عايشك. مبروك. يعطيك الصحه. دونك انا قبل كل شيء ساعه خلينا نبداو من الاول بالكل، قبل ما نخلطوا للتتويج هذا اللي هو اكيد تتويج فرحك برشا، وهو تتويج زاد يفرحنا كتوانسه، وتمشي تمثل تونس احسن تمثيل في دبي. خلينا من الاول ساعه نحكيوا على عزه، شكون يا عزه؟ وقتاش بديت رياضه الكاراتيه في تونس؟ عزه عسلامه، مرحبا بكم. عزه بن عمار، بدلت تونس في الكاراتيه. عندي 10 سنين ترينا. صغيره بالك دايما بديت. عمري 3 سنين بديت. 3 سنين. ترينا في ليكيب ناسيونال، جمعيه تونيسير.
وبعد كيف تويك الفرصه هذه اللي جاتك باش تمشي تشارك في دبي وقتاش هي كانت بالضبط ساعه تشوفوا هذه الافيش هذيا دونك هذيا السيرتيفيكا هكا بن عمار عزه هذيا والميداي اللي عندك خلينا نشوفوها بالقدام مراد تايوان سلا سهام توريها لنا تورينا الافيش تورينا الميداي دونك عندك هذيا هذا التصور ذوما عزم المشاركه من في دبي احكي لنا شنو هي اهميتها الدوره هذه ساعه قبل كل شيء احكي لنا على الدوره هذه والاهميه نتاعها باش يعرفوا التوانسه شنو هو الاهميه نتاعها هي اوبين تتعمل معناها كل عام معناها لعبت باش نعطي ثقه في روحي باش نتعلم باش باش تاخذ تجربه اخرى جديده باش تكون فما زاد ميداي ميداي دور عندها قيمتها راه باش تبدا في انت تو عندك 10 سنين حبينا نشرفوا تونس حبيت كيما نلعب في تونس حبيت نجرب نلعب لبرا انا لعبت قبل في الجزائر عزيت بريمير بلاس حبيت نزيد نجرب هذه ثاني مره نلعب لبرا لعبت في دبي هذه التصويره هذه ظاهره هذه لحظه التتويج هذه وقت اخذت الميدايه احكي لي شنو حسيت كيفاش كانت كانت صعيبه ولا من الاول مع معناها حاجه معروفه باش تدخل خايفه والكل من بعد اول ما تربح الكومبا الاولى معناها تعطي ثقه في روحك تقول سي بون معناها الحاجه الصعيبه هي الكومبا الاولى الكومبا الاولى هي صعيبه وهي بون واحد سي سيغ يحب يربح دونك شو يعطي ما عنده اما زاد كي يربح تولي حاجه اخرى يولي فما احساس بالفخر احساس بالانتماء للبلاد مثل تونس وهنا شو محلاها التصويره هذه زاد اكثر من اكثر انا حسيت فما حاجه في عينيك هكايا تاع فرحه تاع تحدي مقبله في التصويره الاخرى يعاودوا يوريوها لنا فرحه كبيره فرحه كبيره على الاخر اي واش قلت وقتها قلت هذه حاجه باش تخليني نزيد شو قلت معناتها شنو اللي بينك وبين روحك شنو تعني لك الميداي معناها حبيت معناها كي هزيت ميداي دور حبيت نزيد نلعب مع اصعب نزيد نلعب مع اقوى اي فوالا كون ديبو كيما البدايه الحاجه ما اقوى نشوف نحب نشوفها بالكدا الميداي تو مرادي وريها لنا ترى اقلبها بالكدا خلينا نشوفوها فوالا هذه هي الميداي دونك مبروك عزه الف مبروك بيقول لي تو انت هوني في تونس لقيت شكون الاطار معناتها اللي مهتم بيك فما مهتمين بيك كوم الفو متوفر لك كل شيء فمش حاجات ناقصه فمش حاجات لازم تزيد تخدم عليها اكثر كان نرجعوا شويه هكا لا هي سافا معناها نترينا كل يوم انا بخيس كل يوم معناها في ليكيب ناسيونال ونترينا في الجمعيه نتاعي في تونيسير نورمالمون سافا معناها قاعده نخدم كل شيء متوفر فمش حاجه ناقصه سافا سافا امورك واضحه معناها هون في تونس وكيفاش تعامل بين انتخ القرايه والسبور لاقيه الوقت في قرايتك سافا سافا نكمل نقرا من بعد نمشي نترينا فانا قسمتي توا بروميير اني بروميير اني دونك فما وقت للقرايه وقت للسبور وشنو ناويه توا كيفاش تشوفوا لافنيغ المستقبل في الكاراتيه كيفاش تشوف انا ان شاء الله نحب نمشي للسبورتيف هاي هي لحظه التتويج عاودنا رجعنا دونك لحظات هذيا باش تقعد تقعد ذكرى طيبه تقعد ذكرى قويه ذكرى تخليك تزيد تخدم اكثر وانت ترجع تشوف التصاور هذا مش تحس شنو تقول حاجه بيك شرفنا تونس معناها احساس بي على خير وانت تسمع في النشيد الوطني يا بي العائله واللي دي معناتها والمدربه نتاعك وكل شنو اللي قالوا لك شنو اللي بعد التتويج هذا الناس الكل فرحت لي الناس الكل قالوا لي احنا فخورين بيك ما حاجه بها على الاخر انا نشوف فيك تو تغزر التصاور الفيديو هذيا تشوف ترجع بال اللحظه هذيك عندك هذيك لحظه ما تتنسيش باهي توا كشابه تونسيه في الرياضه نعرف اللي كل واحد تبدا عنده حلمه اكبر وكل ما يحقق هدف يبدا ديما يطمح الهدف ما اكبر هذا هو نورمالمون هكا ولا انت بالنسبه لي قلت لك شو طموحاتك تخدم صحيح اما شو فما لقب معين فما مشاركات لبرا ولا مخليه الامور تمشي بطبيعتها كيفاش معناها انا عندي طموحات كيما نلعب افريك كيما نلعب عرب
كيما نلعب مونديال، كيما نلعب برشا حاجات معناها اي واحد يتمناها، معناها يخدم يزبط لتونس ويلعب باش يولي في ليكيب ناسيونال باش نجم يلعب لبرا، معناها اي واحد يتمنى كي باش يعمل اسم. اي باهي هو من المفروض هو واحد زاد كل ما تكبر الاحلام نتاعو كل ما يجيب نتائج باهيه كل ما الاهتمام به يكون اكبر. هكا ولا هذايا سالتك انا مهتمين بيك ما عندكش، قلت لي سافا الامور واضحه. هو في العاده يجيو بحضنا يقول لك ناقصنا حاجات، معناتها برشا حاجات تبدا ناقصه. بالنسبه ليك الامور كل واضحه؟ لا سافا واضحه. تخي بيان، من انت محظوظه. ها عزه محظوظه برشا انت. باهي، شنو تحب تقول عزه؟ الكلمه تحب توجه بها؟ نحب نقدم تحيه لعائلتي. الكل نحب نقدم تحيه لعائلتي، لكل واحد وقف معايا، لصحابي الكل. نحب نقدم تحيه لرئيس الجامعه سي حسن القربي، المسؤول سيد المدير الفني سي سعيد بالحسن، لي زونترونور نتاعي الكل نتاع ليكيب ناسيونال نتاع جمعيتي. نحب نقدم تحية لأي واحد وقف معايا، وبرشا لقيت واقفين معايا برشا. بعد ما ربحت حسيت برشا إحساس محليه، كيما تحل فيسبوك تلقى الناس الكل بارتاجيت لك تصاورك، تلقى الناس الكل تبارك لك، تلقى الناس الكل تهني فيك، تكتب كلمة باهية، كلمة تشجعك، حاجة باهية على الآخر. معناها إحساس يفرح برشا أنك تلقى برشا عباد تحبك. وربي يخليكم الكل. يعطيك الصحة عزة، إن شاء الله ديما متألقة، إن شاء الله ترجع بحضنا مرة أخرى هوني في أعلن تونس، تجيب لنا دي ميداي أخرين. إن شاء الله. وإن شاء الله نشوفوك هكا بطلة دولية. إن شاء الله. مبروك مرة أخرى. ألف مبروك. باهي تو باش نمشي ونواصلوا مع غنية باش نقعدوا في دبي، غنية لأول مرة تبث على الوطنية، الفنانة سماح محمد، خلينا نكتشفوها مع بعضنا، ومن بعد سماح بحضنا باش نزيدوا نحكيو. إذا هذا الكليب سماح محمد. سماح هاي بحضينا، مرحبا سماح، عسلامة بيك. عسلامة الناس الكل، عسلامة السادة المتفرجين يتفرجوا فينا، عسلامة اللي كنت يعيشك. فرحانة برشا بالحق، أنا من المتابعين ملي أنا منيش برشا، معناها ملي أنا صغيرة ديما نتفرج فيك ونحبك كيفاش تقدم علينا. يعيشك، مرحبا بيك سماح. كنا نشوفوا في الكليب، نقول لك مبروك الكليب. ميرسي. هذايا الكليب عدد قد ايه الكليب الاول هذا ولا؟ بالنسبه لي انا الكليب الرصيد نتاعي، معناها الكليبات الخاصه هذا الكليب الاول. خلينا ساعه نقدموا الكليب هذا،
كلمه شكون الحان شكون شكون صوروا كلمه علي. اول حاجه الاغنيه اسمها حنين علي حنين علي كلمه والحان منير الجزائري نوجه له تحيه وتحيه الجزائر الكل اخراج رفيق الفاسي توزيع زينو كندور ليكيب الكل من الجزائر صورناه في باريس في باريس في باريس صورناه دونك عنده عام ونص عنده عام ونص حاضر عام ونص ما زربتش باش نهبطوا دونك توا هبطوا هذه اول مره يتعدى معنا على الوطنيه تري بيان مبروك من الكليب خلينا نتعرفوا على سماح اكثر احنا تو انت مقيمه في دبي قداش عندك مقيمه في دبي مشيتوا لدبي معناتها الخدمه والا مقيمه من قبل انت غادي احكي لنا شويه انا تو اوفيسيلمون عندي 3 سنين مقيمه في دبي قبل عشت فتره صغيره في باريس عامين وشويه ونص مشيت على باز باش نخدم ما مشيتش معناها سياحه ولا حاجه اللي مشيت على باز جيني كونترا جيني بروديكتور واداره اعمال يحبوا يعملوا لي حفلات متواصله ويعني اعراس يعني كذا انت بديت في تونس قبل لا انا بديت في تونس كيفاش بديت البدايه كيفاش كانت في تونس بديت خلينا نرجعوا للبدايه بالطبيعه نذكروهم سيد المستمعين اللي انا بديت في موهب صغار قبل في القناه 21 موهب صغار قبل معناها في القناه في القديمه في قناه 21 في قناه 21 نوجه تحيه لمسيو عزدي العايش اللي هو كان في الجيري قبل بليغ بندقه عادل بندقه ايكيب كامله كنا ديجا معناها دي سوفينير محلام على الاخر معناها كنا نتعداو وفرصه للصغار والناس اللي عندهم مواهب اللي يوريو مواهبهم يغنيو كيما ارب ايدول وكيما ذا فويس تو نحن سي عزي العايشي عاده من الناس اللي بدات مع المواهب معناتها تو الاسامي الكبيره الفنانين الكل اللي في تونس مكثرهم اكتشاف سي عزيز وعنده عايش. فضل وعنده فضل بالحق وعادل بندقه زاده نوجه له ومحلاها واحد كي يبدا من بلاد ورا بطبيعه فيها شغم اخر بتبيعة. كي تبدا من ما حتى موهبه صغيره وتتكون ومن بعد تمشي تعمل كارير لبرا عندها قيمتها دايوغ نحن اللي كنا اللي كنا في البريود هذيك الكل الفنانات ولا الفنانين اللي كنا في انت مع شكون من الاسماء اللي بديت معاهم وقتها اسماء اللي توا ظاهرين على الساحه بون انا فما جينيراسيون صاحباتي معناها غفره الفتوحي بدينا مع نهله شعباني هذوما نذكرهم نوجه لهم تحيه وانت شاركت في المسابقات اللي برا ولا بعد المسابقه اللي في تونس شنو بديت تغني قريت موسيقى بعد 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 ذوما مراحل وانا صغيره عملت مهرجانات وكل شيء عروض ثقافيه وانا صغيره بعد قعدت بريود قريت موسيقى خذيت دبلوم موسيقى عربيه بعدين قعدت نشارك في العروض الثقافيه في تونس طلعت عملت كورال مع فنانين توينسا شكري بوزين مقدود سيلي ما كانش عندي اوبستاكل انه انا لا ما لازمنيش نعمل كورال ولا لا بالعكس بشويه بشويه ما عنديش مشكله حبيت نسقل الموهبه نتاعي هذا الكليب سماح هذه نرجعنا شويه لتصور الكليب علاه اخترت باش تصوروا في باريس بون ما اخترتش جيت ظروف تصوير هكاكا معناها حبيت المخرج حب يصور ماشي خاطر انا كنت وقتها انستالي في باريس دونك ما نجمتش اللي نهبط لتونس تحصارت عرفت بالوقت تعديت سايتي تري بيان وسافا معناها حلوه تعديت التورناج حلو مالغري شويه صعوبات نتاع برد وانت توا اللي تصرف على انتاجاتك ولا عندك انتاجي الخاص انتاجي الخاص عندك شريك ما فماش شريكه وراك ولا لا حاجه لا ما فما حتى شريكه هذا كل انتاجي الخاص وعندي توا في معناها البارح بركه سجلت اغنيه عملت كافر وعندي 6 اغنيات حاضرين اللي هما ماكسين تو انت معناتها ناويه انت مقيمه في دبي دونك ناويه تقعد في دبي والخدمه في دبي والا تكون فما حاجات في تونس كيفاش البروجي نتاعك معناتها شنو بروشينمون كيفاش تشوفوها سماح انا مشروعها الفني معناتها بروشينمون نشوفوا سماح تخدم برشا معناها كوسوسوا في دبي ولا في تونس راني باش نكون نخدم لو ماكسيموم ونوعدهم برشا خدمه بقى انا بحكم خدمتي وحفلاتي واستقرار معناها في دبي اما نحب نرجع نحب نذكر الجمهور التونسي في سماح اللي يعرفها في اكس فاكتور اون 2013
عندك مشاركه في اكس فاكتور في اكس فاكتور اندونيسيا. وشنو وقتها كانت النتيجه؟ حتى وين وصلت في اكس فاكتور؟ انا يمكن نجم نقول في الفتره في الفيديو هذيك في الباساج اللي عملته في اكس فاكتور معناها بارمي الناس اللي عملت البوز في البارتي هذيك خاطر صارت حاجه اكسبسيونيل اللي هي معناها نورمالمون يعطيوك اثنين واثنين تخرج من البروغرام الوغ كو لي رجعوني قالوا لي نعطيوك فرصه غنيت اكابيلا غنيت اغنيه تونسيه يلي ظلمني. انت تنجم تسمعنا حاجه ولا عندنا البلادور ولا تنجم تغني بالميكرو كرافات؟ وبربي نحب نشكر جنود الخفي اللي لداخل بالحق قاعدين يخدموا في خدمه طياره. يعطيهم الصحه زملائنا الكل. دونك شنو نقولوا؟ نقولوا انا قلبي ليك ميال وما فيش غيرك عالبالي انا قلبي ليك ميال وما فيش غيرك عالبالي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال. يعطيك الصحة سماح، يعطيك الصحة. بتو قالوا لي أنت من الكيف زاد، احنا حكينا على دبي وما حكيناش على الكيف. كيفية بحتة. كيفية. وعندي في اختي بالكيف ما نجمش نوصفها مالغري وحاجة خايبة ياسر اللي أنا ما مشيت ليش حتى مرة. هي مقصرة تتصرف. مقصرة بالحق مقصرة، معناها عندنا دار وعندنا عندنا دار معناها معناتها لا مازالوا يرجعوا مازالوا عائلتك يسكنوا لا لا عاملين ترجع لغايه دايوغ انا من الفامي قبل نتاع ما هو ما نحبش نسمي الاسامي معناها انا فامي زواري لقب نتاعي زواري واسمي الفني محمد دونك فامي زواري سي اون غراند فامي في الكيف نحبها برشا وفي اختي عندي انا اللي انا من الكيف معناها ونوجه لهم تحيه اللي يسمعوا فينا باش من تغني لي حاجه كافيه بعد شويه نغني خليها في الاخر نغني اوكي دونك انا حبيت نسلك توا حسب رايك توا سماح قلتي تخدم وحدك تصرف على الانتاج نتاعك وحدك حسب رايك توا فنان من غير شركه انتاج وما غير ناس تخدم له حتى معناتها على لي ريزو سوسيو وكل ينجم يخلط ينجم يوصل وحده والا لازم اكيب كامله باش ينجم يعمل حاجه في خضم الكم الهائل من الفنانين ومن تبدلت معناتها حتى مش فني حتى اشبه فنانين اي بيان سور كل شيء كل شيء نحكيو على فنان اي بيان سور هذاك هو الواقع اللي تو نعيشو صحيح مالوغوزمون قعدنا شنو معناها نقولوا ربي وفق الجميع الناس الكل وفي الاخر معناها نحن عندنا مثل تونسي الناس كان يسمعوا فينا الدويم ينقب الرخام دونك الاستمراريه هي اهم حاجه والاستمراريه كي تكون ماشيه على خطى ثابته معناها انا طبعا عندي حاجه اخرى المتفرج والمستمع يفرق ويفهم بالطبيعة ونحن تونس هو يخطأ وتونس ولا. هو معناها نحن معروفين التوانسة اللي نحن شعب ذويق ويعرف يفرق عنده ذن موسيقية معناها حتى فنانين أجانب ولا حتى فنانين كبار كي يكون ماشي لتونس ولا باش يطلع على كارتاج يقولك مانيش باش نعديهم كيف ما جاء لا خاطر الناس تفهم تسمع فوالا معناها دونك سامح نسمو حاجة خلينا ساعة نرجعو قبل حبيت نعرف شنو فما جديد آخر بخلاف الكليب هذا اللي كنا نشوفو فيه شنو فما جديد آخر وشنو فما التعامل مع التوانسة تو أنت مقيمة في دبي كي باش ترجع لتونس فما بدات ربما ملامح عمل حاجة هوني في تونس أنا تعاملي الكل تونسي مع شكون تتعامل مع التوانسة مع الموزعين الكل مع تعاملت مع مروان الزايدي موزع وياسر مع معناها الناس انا تو نهز خدمه بار اكزومبل الاستوديوهات في دبي يقولوا لي منين الخدمه هذه؟ كيفاش؟ بالحق عندنا برشا فنانين تبارك الله موزعين وملحنين سليم عبد الله زيد نوجه له تحيه سامي المعتوقي نوجه له تحيه ايكيب كامله حتى كي نجي مثلا نسجل انا نفضل انه انا نجي نسجل في استوديوهات التوانسه ما نحبش نسجل في الامارات نسمو حاجه كافيه قبل ما توفى ليميسيون نسمو حاجه لصليحه باهي فوق الشجرة
أم الأحسان غنت فوق الشجرة، أم الأحسان غنت فوق الشجرة، سمع صداهم لين لعليل يا برا، أم الأحسان غنت. برافو، يعطيك الصحة، شكرا ليك، إن شاء الله ترجع بحضرنا مرة أخرى سماح، ربي يوفقك، نشوفوك يوفقك أنت زيادة، عايشك، ميرسي بوكو، شكرا ليك، شكرا لكل مشاهدينا على مرافقتهم لينا على امتداد ساعتين من بثنا المباشر، تلقاو ان شاء الله الاسبوع القادم مع اهلا تونس، الى اللقاء.